تعرفنيش ما تثقش فيا، يعني ما تثقش في الاخر، ما تثقش في الاخر، ما تثقش في حتى شي واحد. فلوسك في جيبك، فلوسك في جيبك. مد احمد. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب اللهم صل عليه وسلم. اولا وقبل كل شيء، الناس اللي قالوا لي هضر في هذا الموضوع ماشي واحد وماشي جوج ماشي 10 وماشي 20، يعني كاين بزاف الناس قالوا لي هضر في هذا الموضوع. علاش؟ اش من الموضوع بعدا؟ الموضوع ديال اللي باغي يبيع لك بيكالا او بالاحرى النصابة. نتوما فاهمين وانا فاهم، والنصاب انت كتفرج وانت فاهم. المهم انا كنهضر مع خوتي المشترين اللي باغي يشريو. كاينين الناس معقولين راه كاينين، ولكن كاينين النصابة. اذا هذا ميساج غادي نوصلو للناس، لولاد البلاد، حيت هاد البيكارات هادو راه ماشي فابور وماشي بضرب الفلوس، راه ساويين فلوس. يعني بنادم تيكح الدم باش انه يشري وسيله نقل، ماشي للرفاهيه، وسيله نقل باش يخدم بها وباش تقرب ليه المسافات، عوض انه غادي يمشي يشري طوموبيل يبقى مضارب مع الكارديان، يبقى مضارب مع الكارد كريز، يبقى مضارب مع لاسيرونس ودروس المدينه، عندك الدودان، عندك هادي. افضل وسيله النقل حاليا هي البيكالا والالكتريك. بالنسبه للبيكالا العاديه والالكتريك، ملي كنقول الالكتريك راكم فاهمين، وانتم فاهمين وانا فاهم وكم عارفين وانا عارف. ملي كنقول الالكتريك كتسهل، كتقرب لك المسافه، عوض تبذل المجهود. هذا ماشي موضوعي، موضوعي هو النصب والاحتيال. وكاين شي خوت، الصراحه كاين شي خوت، يعني من ماشي غنقول لك من الوجبين، يعني من الناس المواطنين العاديين تيطمع. شكون تيقضي على الطماع؟ الكذاب. ملي كيشوف بيكارا بحال ما هادي، ما كندويش على هاد البيكارا بالضبط، اي بيكارا الكتريك، تلقاها في الفيسبوك ولا في بعض الوسائل، تتبان لي بيكارا مستعمله بحال ما هكايا، دايره 2500 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم. هو في قرارة نفسه عارف بلي البيكارا ساويه ثمن، وكيقول راه انت كاين واحد البيكارا مزيانه. تينوض كيمشي كيصيفط ميساج لهاد خونا اللي حط البيكارا للبيع. وهاد خونا ملي كيحط لكم البيكارا للبيع في الفيسبوك، تيحط لك البيكارا والتصاور ديال برا وجايبها من الانترنيت وحاطها. هو اصلا البيكارا راه ما عندوش، باش نكون واضحين، البيكارا راه ما عندوش، هو كيجيب غير التصاور من الانترنيت والتصاور اللي على برا في اوروبا، في اوروبا بصفه عامه. الاخوان العرب والخليجيين اذا ما كتفهمونيش، نتوما كتشريو الجديد، خلوني مع المغاربه ديالنا وولاد البلاد. تيوصل الفيديو ديال الشرح اللي نوصف فيه كلشي، غادي ندوي لكم باللغه العربيه. هذا الميساج هذا خارج من القلب الصراحه، ما ديال ورقه لا ستيل، وكنهضر داكشي اللي في القلب تيخرج على اللسان. وغادي نحاول نبسط شويه باش توصل الفكره. يعني ملي كنشوف البيكارا ب 2000 درهم وحنا عارفين اساوي 10000 درهم، بيكالا هاوتا هادي 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 هادي، تيقول لك هذاك اللي باغي يبيع صيفط ليا عربون، يعني سبق ليا الفلوس، سبق ليا الدراهم. تيقول لك وراه غير اللي عطيتي، شوف الدخله، وراه غير اللي عطيتي. كاين اللي تيقول لك 500 درهم، كاين اللي تيقول لك 1000 درهم، على حسب البيكالا. كاين اللي كيدير لك بيكالا بمليون وتحط لك الثمن ديالها في الانترنيت وتحط لك الثمن ديالها في الفيسبوك، زاويه 6000 اورو، يعني 6 المليون، وتيقول لك هي غير مليون. تيقول لك هي كربون، هي فيها المنيوم، هي فيها لامورتيسور في النص، ماركة واعرة، فيها هادي، فيها البنوات، فيها كلشي مزيان، فيها تيشتيسكوب، فيها كلشي، كلشي رائع، كلشي رائع. نتايا كتجيك الضباب على عينك، كتقول واه بكرة مليحة مزيانة هادي، هاوتا هاوتا، كتبقى متبع ديك الهاوتا، متبع ديك الهاوتا، حتى تيقول لك صيفط لي العربون. تيقول لك 100 درهم ولا 200 درهم ولا 500 درهم. انت كتعطي العربون، ملي كتعطي العربون وسعر قلب على البيكالا. ولكن فاش كتواصل معايا، ماشي معايا، مكتواصلش معايا، المهم اللي تواصلوا معايا تيقول لي ها كاين وها كاين. اولا كندوي من راسي، انا راسي انا واحد من الشعب بحالي بحالكم، بحالي بحالكم. هاد البيكالا هادي حاليا غادي تمشي للمغرب، انا غادي نصيفطها للمغرب ان شاء الله، ياك. وما بغيتش نديرها للبيع هنايا، ما بغيتش نديرها للبيع، يعني حتى انا ما كنبيعش، انتوما راكم عارفين انا ما كنبيعش، ولكن كنقول لكم، كنقول لكم داكشي اللي عندي في القلب.
انت ما تنساناش غير بديك الجيم ديالك ودير لنا تعليق زوين، الله يرحم لك الوالدين، خلي رحمه الوالدين توصل للوالدين ان شاء الله. يعني ملي انا غنسيفطها للمغرب غادي نقول لك انا نصاب، ياك انا نصاب، ما تثقش فيا وما بغيتكش تثق فيا، كندوي على راسي، ما تثقش فيا، ما كتعرفنيش، ما تثقش فيا، يعني ما تثقش في الاخر، ما تثقش في الاخر، ما تثق في حتى شي واحد. فلوسك في جيبك، فلوسك في جيبك، مد احمد مزيان، هاد مد احمد هاك ورا، نشوف البيكالا بالعين المجرده، نشوفها نقلبها نركب عليها هادي وادي وادي وادي، نتفاهموا عليها هاك ورا سالينا، هادي التجاره. اما صيفط لي عربون، انت يا كاين في طنجه، الاخو ساكن في اكادير، واحد في تيزنيت، واحد في تارودانت، واحد في وجده، الا كتيق في هذا الشخص اللي غيبيع لك البيكالا، الا كتيق وفايش معامل معاه وعنده محل كتعرفو وشايفو بعينك، الله يسهل. يعني كاينه الله يسهل، ما كندويش على كلشي وما كنعممش، ماشي كاع البيع والشراي، البيع والشراي راهم كاينين وكل واحد يقلب على رزقه. انا يمكن ماشي هذا هو الموضوع، انا كنهضر على النصابه، النصب والاحتيال. بنادم كيحط لك بيكالا تيقول لك كاين وكاين، صيفط لي 100 درهم 500 درهم، يعني ملي كندوي لك انا على راسي هاد البيكالا مابغيش نحطها للبيع هنايا في فرنسا، شكون اللي غيثيق فيا انا يقول لك وانا غنصيفط ليه فلوس؟ حيت ميمكنش ليا انا نصيفط لك البيكالا وما شادش درهم، باش نكونو واضحين، ميمكنش. وانت ميمكنش لك انك تصيفط ليا فلوس وما عارفنيش انا واش غادي نصيفط لك البيكالا، يعني هادي غنخليوها بين مزدوجتين، مزيانه بين مزدوجتين. اذا هاد البيكالا على راسي كندوي غادي نصيفطها للمغرب، وفي المغرب غادا توصل ان شاء الله لدارنا، وهادي وديك الساعة ملي غادي نديرها للبيع غادي نقول لك انت كمتلقي، وسير هاك هاد النمرة وهاد الادريسة وسير شوف البيكالا بعينك، عاد اركب عليها وجربها ولا عجبتك خلصها، حيت ميمكنش لك انك تجرب البيكالا وهي اللي عندي هنايا في اوروبا، ميمكنش، يعني خاصك تشوفها. هادشي اللي كنعرف انايا، وهذا هو التعامل اللي كنعرف انا باش نتعامل، فهمتو؟ ميمكنش نقول انا غنشري البيكالا، لا اخويا، انا نقول لك نعطيكم بعض الامثله، نعطيكم بعض الامثله ديال هاد الناس اللي هضروا معايا وتواصلوا معايا، زائد انهم جوج الناس بيع وشرايا، هادو بين قوسين كنقول بيع وشرايا، هضرت معاهم على واحد جوج بيكالات ومعجبتهمش هضرتي، حيت ملي بديت كنسول الديتاي ديال البيكاله بنادم كيبيع وما كيعرفش اش كيبيع، هو كيقول لك البيكاله ها هي، وانا كنسولك على البيكاله قول لي اش فيها، اعطيني المميزات ديالها، الفرانات، اعطيني البنوات، اعطيني لامورتيسور، اعطيني الماركه، اعطيني المهم ديال الفيلو الكتريك، الباتري شحال، شحال كيضرب، شحال فيه مواط، اش من موديل، الموتور، واش من موتور، اعطيني معلومات، راه انا غادي نخسر فلوسي، راه حط فلوس، راه ماشي بيكالا نورمال ديال 1000 درهم ولا 2000 درهم، راه بيكالا كنقولو ساوية 6000 7000 8000 10000 12000 20000 60000، ماشي 60000 ريال، 60000 درهم، باش نكونو واضحين، يعني راه فلوس. ملي كندوي معاك انا في معلومة، عطيني معلومة، انا مشتري عطيني معلومة، قالك وصدعتيني اجي ليها، وانا بعيد، كيفاش جي ليها؟ وملي هاد السيد هذا اللي كنهضر عليه انا ديال الفيسبوك شدني بلوكاني، دار ليا بلوك، مابقاش ندخل عندو كاع نشوف هاديك البيكالات اللي حاط، عادي جدا، مادام درتي ليا بلوك، إذا فك الخواض وفك التخربيق، يعني انت خرباق، باش نكونو واضحين، وما غاديش نحط السكرين، وما غاديش نحط التصاور باش نبقى نهضر غير على راسي، والميساج يوصل ان شاء الله، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هاد المعلومة هادي باش تمشي عند الناس وتوصل لعند اي واحد باغي يشري بيكالا، ردوا بالكم من النصابة، فلوسك في جيبك، مد احمد، كتعجبني هاد مد احمد، ويرا ميساج خارج من القلب. المهم الناس اللي تواصلوا معايا نعطيكم هاد الامثلة، كيف قلت لكم واحد السيد كيسكن في الصخيرات، راه عارف راسو بلا ما نسمي، كيسكن في الصخيرات، تواصل مع واحد في الفيسبوك، قال ليها كاين وكاين البيكالا من البيكالا، قال ليها اه راه كاينه في المحمديه، الصخيرات المحمديه راه ماشي شي حاجه، راه احمد، احمد
قال لي صافي واخا ان شاء الله نجي نشوفها. قال لي اوكي. دار معاه الغد ليه السيد، خدام السيمانه كامله، دار معاه الويكاند السبت ولا الحد. قال لي غادي نجي مع السيد نشوفوها. ملي عيط لي الغد ليه باش يكونفيرمي معاه نمشيو نشوفو البيكال، وانا البيكال راه وراها لي السيد حكا في الواتساب. تواصلت مع السيد في الواتساب. بالمناسبه اللي بغيت يتواصل معايا، اللي بغى معلومه، اللي بغى اي حاجه خارج الاطار ديال اليوتيوب، غادي نحط لكم الانستغرام وغادي نحط لكم في فيسبوك، راه نفس السميه ديال مول البيكال الكهربائيه، نفس السميه في الفيسبوك وفي الانستغرام. اللي بغى الواتساب تهو مرحبا على الراس والعين، ما عندي مناش نخبي، ما عندي مناش اللي كاينه كنقول انا. ملي وراني دوك التصاور راه السيد راه حاضر، غادي يشوف الفيديو غادي ياكد. انا ملي شفت البيكالا، ملي شفتها ما قلت ليه اش من الموديل، ما قلت ليه الموتور، ما سولتو شحال ضاربه، ما كاين والو. قلت ليه شوف على حسب الثمن اللي طالب خذ ليا انا 10، ما بغيت نعرف والو انايا، صافي خد لي انا 10 البيكالات. قال لي اش كتقول؟ قلت ليه نقول لك، قلت ليه الا كان هكا سير وشوفها بعينك. دابا انا وليت مسخر، سير وشوفها بعينك. ملي تاخذ لك نتايا وحده انا خذ ليا 10 ونصيفط لك الفلوس، خذ ليا انا 10. والاخر حط ليا هاد النصاب، حط ليا البيكاره ديال الانترنيت وحط عليها 6000 اورو. اللي حط عليها 6000 اورو وشحال باغي يبيعها؟ ب 450 اورو، يعني 90000 ريال، 4500 درهم. سير خذها ليا. قلت لي الغد ليه ملي عيط لهذا اللي في المحمديه البيع او النصاب، قال لي راه غادي نجي عندك. قال لي على انت فين كاين؟ قال لي انا في الصخيرات انا جاي. قال لي لا انا في الحسيمه. الحسيمه؟ قال لي البارح قلت لي كنتي في المحمديه. قال لي لا انا في الحسيمه. كيبعد لك المسافه باش ما تمشيش لعندو، ولكن صيفط لي الفلوس، نصيفط لك البيكاره. واش قال لي؟ صيفط لي، قال لي صيفط لي 500 درهم. وشوف النصب، صيفط لي 500 درهم نصيفط لك البيكاره للسخيرات، وخذها وشوفها وركب عليها، ولا عجباتك كمل لي الفلوس، وإلا ما عجباتكش رد لي البيكالا، رد لك 500 درهم. الشعر انا صبايا كيفاش دايره معلم؟ كاين شي بياع كيدير هادشي؟ فوالا. النصبايا الثانيه هو انه السيد الثاني، هذا واحد اخر. النصبايا الثانيه تا هو هضرنا وشفنا البيكالا، وانا البيكالا عارفه وشايفه وحاجه رائعه رائعه لاقصى درجه. المهم قطع السيد بمليون و 250 فرنك، مليون و 250 فرنك باش قطع عليه. هو شحال كندير ليها؟ كندير ليها مليون و 800، مليون و 800. ملي تا هو هضر مع هاد السيد، هضر معاه وقال ليه كاين وكاين. قال ليه صيفط ليا عربون. قال لي ما نصيفط لك العربون لا والو، نجي نجيب معايا السيد اللي كيعرف لي فيلو الكتريك، نجيب معايا السيد اللي كيعرف لي فيلو الكتريك يشوفها ويقلبها ويطلع عليها ويقول لي خلصها نخلصها سالينا. الاخر النصاب الثاني ما بقى جاوب في التليفون، ما بقى خلى ميساج جمع وطوه سالينا صافي، ما بقاش هنا. حيت دابا ملي غادي تكون انت كتسكن في كازا باغي تشري بيكاره، غادي يطلع لك هو البركان، ولا غادي يطلع لك هو الحدود، ولا غادي يمشي لك للحسيمه ولا القرسيف ولا ولا ولا، ولا غادي يهبط لك الاساسزاك ويهبط لك العيون ويهبط لك الداخله ويمشي لك التارودانت. كيبعد لك المسافه باش ما تمشيش عنده، باش ما يضيعش لك نتايا الوقت، حيت انت ما مساليش وخاصك فلوس ترونسبور باش تمشي، وخاصك فلوس ترونسبور باش ترجع، زائد انك تجي معاك البيكاره. زعما هذه في حاله اذا ما لقيتيها، يعني كتقول لي غير صيفط ليا. وهنا غادي ندخل بين مزدوجتين، راه كاينين الناس اللي كيصيفطوا وتحيه لهم من هذا المنبر، كاينين الناس اللي كيصيفطوا ناس ثقه. الا كنتي كتعرف نتايا شي واحد ثقه الله يسهل عليك، بان لك هادشي فيه خواض وبان لك هادشي حسيتي، غير تكون عندك غير شعره 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 ديال الشك اغسل يدك. ومني كندوي على راسي انا كذلك هو مثال. ها هي هاد الكارطون هادي وهاد الكارطون هادي، انا واحد السيد، واحد السيد شريت ليه جوج بياسات انا ما محتاجهمش، ومع ذلك الدنيا هانيه، والسيد تا هو الله يعمرها دار، كل واحد والظروف ديالو. في الاخر ما بغى والو، وخليت عندي داكشي اللي ما عندي ما ندير به، ما عندي ما ندير بهم، ومع ذلك غادي نركبهم في هاد البيكاره هادي، وغادي نصيفطها للمغرب ان شاء الله، وغادي نصيفطها للمغرب ان شاء الله. ديك الساعه اللي بغاها
غادي يمشي لدارنا، ماشي غادي نقول لك غادي تمشي عند، غادي تمشي لدارنا وغادي تعرفني فين ساكن ياك، وغادي تسلم لي على الوالد وغادي تسلم على دارنا ونقول لهم انا من طرف مول بيكارا جميل. اه هو انا كنقول لك اللي كاين باش ما تشريهاش من عندي من هنا. بغيتي تشري راك تشريها من اللي حيت غادي نصيفطها لك ديريكت، وغادي نتعامل معاك تعامل الرجال، وانا راه ما بياش، انا غير كسيب، انا كسيب انا ما بياش، وكنوصل غير معلومه. نتمنى نكونوا مفاهمين الخوت، ونتمنى نكون ماشي ما طولتش مطول، ولكن راه كندوي من القلب، راه اللي كاين كنقولو ما كاين لا مونتاج لا والو. كيف كاين هادشي كيف غادي تحط انت غير ما تنساناش وما تنساوناش بالبارطاج، واخا ما كنبغيش نقولها بزاف، نتوما راكم عارفين انا ماشي اليوتيوب اللي كيوكلني الخبز، الحمد لله راني عايش انسان طبيعي خدام برزقي، ولكن كنوصل المعلومه فقط. وجاب الله كانني كنهضر معاكم بالعربيه باش ما نقولش لكم جوج عام وثلاثه عام ما هبطش. اخواني تبارك الله عليكم وتحياتي، ولكن الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نحاول نطور من راسي ونحاول نبدا نبسط في الكلام وفي اللهجه، حيت عندنا خوتنا العرب والشرق الاوسطيين ما كيفهموش الدارجه بتاتا البتة. صافي الاخوان، ايوا دابا غادي نشوفوا كيفاش نركبوا هاد اللعيبات في هاد البيكالا هادي. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.